وهو علينا كل يوم نفس السيرة والموضوع. أمي على الخان ماني نازل، ما بفهم بشغلك. شلون يعني ما بتفهم؟ مو كنت تنزل مع أبوك، شو كنت تعمل لك؟ كنت انزل هيك اتفرج على الزباين، أقضي نهاري قصص وروايات. لك أمي ليش هيك عم تعمل معي؟ ليش عم تكسرني؟ ما بكفي إن أبوك تركنا وراح لرحمة ربه؟ والله يا مو هي إرادة رب العالمين، أنا شو فيني أعمل؟ شو يعني؟ هيك بدك تترك رزقنا بين إيدين العالم؟ ما بنعرف عنه شيء؟ يا مو بكور واللي معه أولاد حلال وما رح يسرقونا. غلة الخان مو مثل أول. لا تفكرني ما بعرف شيء. أبوك الله يرحمه كان يحكي لي كل شيء أول بأول. الغلة مو مثل أول عم قلك. يا مو مشان الله، مشان الله حاجة تبالغي بالموضوع. بجوز الشغل خافة، بجوز ما في شغل مثل أول. يعني ما بدك تنزل الخان وبدك تترك رزقنا بين إيدين العالم، ما هيك؟ طول ما عم يجينا مصاري ما رح أنزل على الخان. الله يصلحك ويهديك. لك الله يصلحك ويهديك. لك يا ميت أهلين وسهلين برمزية، بعد زمان والله. وينك؟ والله بهالحياة. تعي لهون لك أنعام. أنت لأمتى بدك تضلي لابس الأسوأ؟ جوزك إله فترة منيحة متوفي، خلص بقى حرام. والله معك حق، بس مو بإيدي، مو بإيدي، ما عم بقدر أنساه ولا بيروح من بالي لحظة. يعني قلبي من جوا بضل متذكره، عقلي عم يفكر فيه كل الوقت. هلا روحي ساوي لنا فنجان قهوة، في موضوع ضروري بدي أحكي أنا وياكي. إيه على عيني وراسي. ماشي. ارتاحي حبيبتي، ارتاحي. العمر بيخلص، الشغل ما بيخلص. خلينا نروح عند أم السوسة نروق الأمور. أم السوسة إيدي على راسك، ما اشتقت لها؟ والله اشتقت لها، بس ما في عملة. عملة؟ لك عندي، أنت مفضل لك عبودة، أنا بدفع كل شيء. لك يؤمرني اللي خلقها. لك أنا بحبك لأنك أرجع للرفيق عندي. لك عندي عزيمة على أرجيلة وفنجان قهوة بالقهوة. لا عم بقول لك عندي أرجيلة وبقهوة. لك شو صاير بالدنيا؟ محبة، يشهد ربي محبة. روح روح لأنت. لا 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 لا، هيك مو صحيح ابنه. اللي عم يعمله ابنك مو صح، هذا رزقه ما لازم يتركه بين ايدين الغرب. خليها لربك. والله ما عم بعرف شلون هذا بده يحس بقى يصير رجال وقد المسؤوليه، ما عم بعرف. نعم، شو رايك تجوزي؟ بلكي هيك بيعقل وبيركض ورا شغله. لا يو، اعوذ بالله. عم قل لك ابني ما خرج لا رزقه ولا شغل ولا شيء. لك ما عنده مسؤولية ابنه، بدك اياه يحس ببنات العالم ويصير مسؤول عنهم. طيب اسمعيني كتير منيح، أنا فنت براسي دوبارة، بس بدي اياكي تفتحي لي مخك. ايدي بزنارك، يستر على عرضك، احكي والله نطف قلبي. وبوعدك إذا بتعملي مثل ما عم قل لك لحتى يرجع ابنك مثل وقت ما كان أبوه عايش. هادي يا ستي بتروحي. ولك على راسي يا فريد، علي الحلال، بحبك من قلبي. امسك هدول المصاري اللي طلعوا لك، شرب. شو هدول؟ بس هدروا لك بكور؟ الله وكيلك، بس هدول كل شي سرقته من الخان من العالم قسمته بيني وبينك وطلعوا لك هدول. ولو اوعك تلعب معي، انا لحمي مر وما بيتاكل، وانت الولاي ما بتضل تكي بالخان. لا هي ما حبيتها منك بنوب فريد، عم تشك فيني؟ ولك عم تشك فيني ونحن شركاء مع بعض. اسمع ولا بكو، انا مالي امه لعبد المعين الاجدر ولا تضحك علي بكلمتين. كمان عم تخونني. لك نسيت مين انا؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، ما بعرف شو بدي اقول لك. ايه بدي خونك، لانه بحياته الخاين ما صار امين. اسمع ولا بكو، أنا اللي عم وزب على عبد المعين وعم بعده على الخان، والولاي ما كنت شفت كل هالخيرات، بطلع بالحصة المضبوطة اطلع. هلا يعني والله بصراحة شوف، أنا كنت بدي أعطيك البقيانين، بس ما بعرف هيك الشيطان. يا الله يلعن الشيطان وساعته، اطلع. إيه ها هلا عازمك على كاسة شاي حسابك، جرب. لك شو هالحكي؟ بدك تتجوزي رجال غير ابي؟ ايه بدي اتجوز. ابوك مات الله يرحمه، وانا صفيت مره وحدانيه لحالي، ما لي حدا يدير باله علي، انا بحاجه رجال يوقف جنبي. لك شو رجال؟
وشو بدك تتجوزي وانو حياة بدها تمشي؟ بدك توطي لي راسي قدام اهل الحارة يا باطل على عبد المعين؟ ليش لحتى اوطي لك راسك بقى؟ شو انا عم بعمل حرام لا سمح الله؟ انا بدي اتجوز على سنة الله ورسوله، بدي رجال يكون جنبي. ولك اذا بيضل بعمري يوم واحد ما بتم هالجوازة ولو على قطع رقبتي. اوعى اوعى تعلي صوتك بوشي، اساسا انت اللي احتجتني اعمل هيك شيء. انا؟ ايه انت. ايه انت. انا صرت احس حالي مرة وحدانية لحالي، ما في حدا يدير باله علي ولا على رزقي حتى. لهيك صرت بدي اتجوز. طيب ايش كان انا نزلت على الخان ودرت بالي على الشغل وصرت مسؤول من البيت ورجال البيت، سؤال بتشيلي لي فكره الزواج من راسك يا مو؟ بجوز بس بشرط بدك تثبت لي انك صرت رجال وداير بالك علي وعلى بيتي وعلى رزقنا، ساعتها يمكن ها بطل اتجوز. طيب انا من بكره نازل على الخان، وأي شيء بدك إياه من يوم ورايح بتقلي لي، منيح؟ إن شاء الله. إي بزمتي بديني، أنتِ عليكي مخي بيتقل بالذهب، لك احكي هاي الفكرة من زمان. لك مشان تعرفي إنه رمزية ما في بمخها اثنين بكل الشام. لك والله أنتِ ما في منك أصلاً بكل الشام. يا ستي من يوميتها لليوم هو كل يوم بفيق قبل الشحادة وبنته وبيحمل حاله وبينزل على الشغل وبيدير باله على هالرزق وبيقلي شو صار معه وشو ما صار معه. لا أو شو اكتشف انه بكور الشغيل ورفيقه فريد حرمية وعم ينصبوا عليه. العمى 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 شو هالناس هاي؟ اي والله مثل ما عم قل لك. معناتها هلا يا انعام خانوم بيطلع لي معك حلوان مرتة؟ اي مو من عيوني التنتين، والله انت بتستاهلي كل خير، اصلا مجهزت لك اياها هون. اي انقذتيني انا وابني. يي يي تسلمي لقلبي يا انعام خانوم، ربي يرزقك ويا ريت هيك. اسمعي مني انعام، شو رايك لاقي لك عريس؟ لا يوه اعوذ بالله، اي شو كذبنا الكذبه وصدقناها؟ اي والله والله ما بنكشف على الرجال بعد المرحوم جوزي، لو شو ما بده يصير يصير، اعوذ بالله من الحكي. بس هلا صار فيني اقول لك، فيكي هلا ها تلاقي له عروس لابني. ايه من عيوني التنتين يا انعام خانم، ايه والله والله للاقي له احلى عروس بكل الشام. لك الله يخلي لي اياكي ما يحرمني منك حبيبه قلبي، انتو خيركم سابق. عن جد عم تحكي يا ام؟ لغيتي فكره الجواز من بالي؟ معقولك ابني تتوقع انه انا اسخب المرحوم ابوك وبذكره؟ طب يا ام انت ليش هيك عملتي؟ والله حرقتي لي قلبي. لا تقبرني، ما كان قصدي احرق لك قلبك، بالعكس كان بدي اياك تحس فيني شوي، كان بدي اياك ترجع هيك على شغلك وترجع رجال مثل ما انا خلفتك، كان بدي اياك تحس بالمسؤوليه وتدير بالك علي. يعني اذا انت من تمك قلت لي انه رفيقك وشغيلك طلعوا حراميه وكانوا عم ينصبوا عليك ويسرقوا، لك امي هذا الرزق ما بينترك لحاله، ما بينترك. بعدين ابوك الله يرحمه كان احسن رجال بالدنيا، انا مستحيل افكر بعد منه بقيه رجال. أساساً هلأ صار بتجوزك إلك، شو رأيك؟ جعل بالي أفرح فيك وشوف أولادك، الله يسعدني فيك يا رب. الله يخلي لي إياك. يخلي لي إياك. أنا يا ابني عشت كل حياتي على الصراط المستقيم، يعني بعمري لا سرقت ولا نهبت ولا داعت عيني على رزقة حدا، كنت اركض واتعب واشقى لحتى اكل لقمتي بالحلال ورضيت باللي الله قسم لي اياه. انا عم اقول لك هالكلام لك يا ابني لحتى اقول لك انه الفقر مو عيب ولا حرام، والمصاري ما هي كل شيء بهالدنيا. انا صحيح ما خلفت لك مال كانات ومزارع وبيوت، بس خلفت لك سمعه بترفع راسك فيها للسما، بتمشي وانت راسك مرفوع. انا عم اقول لك يا ابني هالحكي كله لحتى تعرف انه الفقر مو عيب وانه المصاري ما هي كل شيء بالحياه. انا صحيح ما ورثتك مزارع وبيوت ومالكانات، بس ورثتك سمعه بتعيشك كل حياتك وانت راسك مرفوع. أنا لك يا ابني
مر علي ظروف كتير صعبة، وياما كنت بحاجة إني بيعها لحتى أفرج حالي، بس ما عملت ولا بعتها. فالكل اللي بدي إياه منك إنك تحافظ عليها، لأنه هي الساعة من جدك، هي تاريخنا وريحة أجدادنا، تاريخ عيلتنا كله. فالله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك. قد ما جار عليك الزمان، اوعك اوعك تفرط فيها. ابوك الله يرحمه راح لرحمة ربه وما ترك لنا شيء، لهيك انت صار لازم تعتمد على حالك، انت صار لازم تكون رجال البيت، تدور على شغل وتشتغل وتصرف على البيت. لك شو بدي اشتغل؟ انا لساعتي صغير وما حدا شايلني من ارضي، بعدين بدك اياني اصرف على بيت بحاله؟ شو هالحكي ها؟ انا شلون بسمع منك هذا الكلام؟ لك انا على مين بدي اعتمد؟ انت صرت شاب مالك ولد صغير، ايه بدك تشتغل وبدك تخلينا ما نحتاج لحدا. لنشوف يا عمو لنشوف. أبي أبي ترك لي حمل كبير، البيت والمصروف وأمي، وما حدا رضيان بالحارة يشغلني عنده، لا أجير حمام لا أجير فران. شو ساوي يا زعيم؟ قلي شو ساوي؟ والله مالي عارفه شو بدي لك يا ابني. اذا المعلمين والمعلمين الكبار ما عم بيلاقوا شغل، لانه الشغل كثير قليل بالحاره. شلون انت ولد باول طلعتك؟ الله يكون بعونك، الله يكون بعونك. يعني ما في حل؟ حل؟ والله بدي اشوف، يعني اذا شي معلم اشتغل شي شغله بحكي لك معه. تكل تكل روح، الله معك، الله يوفقك. الله وكيلك الديانة عم يدقوا على بابنا ليل نهار، صرنا عم نتخبى من العالم. يعني حقهم، الناس بدها مصاريع وأنا ما معي أعطي حدا شيء ولا معي أقوم في العالم. يعني نحن اللقمة مو ملاقينا، حتى ابني دابوا رجليه وعم يدور على شغل ما عم بيلاقي شغل. والله يا فوزية ما لي عرفانة شو بدي أعمل. طولي بالك يا عم حازم، ليكي عندي فكرة، شو رأيك لاقي لك شغل معي؟ معي؟ شو بدي أشتغل معي؟ شو بدك تشتغلي؟ ما أنا عم بشتغل بالبيوت وعند ناس أكابر وناس مرتبين وعم يدللوني ويعطوني حقي، وهيك هيك ما بصير عليك شيء، أحسن ما تدقي بواب العالم وتشحدي منهم. لكن خلصنا، ما بدها تفكير. يلا انا اسمحي لي بدي امشي. انا مستحيل اقبل ان امي تشتغل لفايه. لك ابني مو احسن ما نضل مادين ايدنا للعالم عم نشحد منه ليل نهار؟ الشغل مو عيب؟ عيب عيب لما نمد ايدنا للعالم، عيب لما يكون في قله واجب وتقصير، عيب. طيب انت عندك حل ثاني يعني؟ ايه انا عندي حل. شو هو؟ رح تشوفي شو هو. يامو تعي شوفي شو جبت لك معي. ليك خبرني سلم ايدي، بس منين جايب كل هالغرام؟ مو بس الغرام، سديت كل الديون اللي علينا ومو بقيان معي الا شويه مصاري. وبدين سديت الديون؟ اوعى تقبرني ها؟ اوعى تكون مديت ايدك على الحرام لا سمح الله. اعوذ بالله يا مو. انا ما ساويت شيء يا مو، بس بعد ساعة جدي. شو؟ لك الله يعطيك العافية، بعد ساعة جدك؟ وقديش بعتها بقى؟ 3 ذهبات كاملين يا مو. وليه على قامتي ان شاء الله على هالسما؟ 3 ذهبات بس؟ بس قديش بتسوى يا مو؟ لك بتسوى 20 ذهبة يا أجدب، لا
ليك هذا الساعات اللي اخذها منك ضحك عليك. معقول يا مو؟ تدهمت. الزلمة اعطاك سعر بالساعة وانت وافقت. وافقت لما ما وافقت. بس يا زعيم هو بيعرف انه الساعة بتسوى اكتر، وغير هيك استغني لانه انا يتيم ودرويش وعايف حالي. قال لك كل هذا الحكي حكي فاضي ولعي فاضي. الزلمة صارت الساعة من حقه، عم تفهم؟ قال لك هيك حقها؟ واعطاك مصاري خلص طبعا. يعني ما رح تقدر ترجع لي حقي؟ لك شو بدي ارجع لك حقها؟ الساعة من حقه، هلا إذا رحت لعنده قلت له أعطيني الساعة، رح يرجعها؟ ما رح يرجعها، انساها، انساها لساعة جدك، فهمنا بقى؟ في شيء غيره؟ ما في شيء، في الله بياخذ لي حقي. تيسر الله معك، شو فاضي لك هلا سري مني رايح جاي لعندي؟ عندي مليون قصة براسي. ما عاد إلنا غير رب العالمين يا أمي نشكيله همنا، لأنه الظاهر ما في حدا بالحارة بينشد الظهر فيه. اي والله يا حازم ما في حدا بنشد الظهر فيه. اذا الزعيم بذات نفسه هيك عم بيحكي فما بالك باقي الناس. يلا الا ما تاخذ حقك بيوم من الايام. الحق بده حدا قوي يا امي، ونحن مكسورين. ما قلنا غير انور افندي. مين هذا انور افندي؟ هذا الزلمة حقاني كتير، وبنفس الوقت عنده أموال ما بتاكلها النيران. هو بيجي على الشام مرة واحدة بالسنة. تخيل هلا هو بيكون هون ببيته بالحارة. شو بيشتغل هو؟ وين عايش؟ هذا بيكون صهره للوالي وعايش باسطنبول، بس مثل ما عم قلك عنده مصاري وأموال ما بتاكلها النيران. سمعت كتير عن كبر عقلك وطيبة قلبك، وغير هيك حبك للمظلوم. أنا ملهوف ويتيم ومقهور ومكسور الخاطر، ومالي غيرك من بعد الله يا أنور أفندي. ما تاكل هم يا حازم، يلي جاي مشانه اعتبره صار. أبي المرحوم ترك لي ساعة جدي أمانة، وأنا فرطت بالأمانة واضطريت بيعها. إيه اضطريت بيع ساعة جدي. غير إنها إلها كتير قصص وتراث للعيلة بتحكي عن أجداد أجدادي، لأنه كل الناس دارت ظهرها بوشي وما حدا ساعدنا بنوب. رحت بعتها لأبو فوزي الساعاتي، أكل لي حقي وشافني صغير، أعطاني من الجمل إذنه. ولما رحت عند الزعيم لأشكيله، الزعيم شد على جداده ووقف مع أبو فوزي وما قبل يرجع لي حقي. حقي بس يا أنور أفندي، بدي حقي. اسمع يا حازم، اعتبر ساعة جدك رجعت لك، وأنا رح أعطيك مبلغ بلش فيه مشروعك الخاص، بس عندي شرطين لازم تنفذهم. أول شرط أنه أنا رح أعطيك مصاري، وما بعرف إذا برجع الحارة مرة تانية لما لا، بس بتوعدني لما بدي أرجع بدي أسمع عنك أخبار حلوة، وبدك ترجع لي المصاري بس ارجع دغري. والشرط الثاني بدك توعدني انه ما تبيع ساعة جدك تحت اي ظرف. اتفقنا؟ اتفقنا اتفقنا يا انور افندي. استناني. يسلم الايدين ولا يحرمني منه. خلي لي اياك تقبلني.
سمعتني راجع على الشام يا مي؟ لا والله، مين رجع؟ أنور أفندي بتتذكره؟ لا عن جد عم تحكي يا مو؟ ولك هي أحلى خبرية بسمعها بحياتي. ولك هذا الزلمة إله فضل على راسي من فوق، هو الوحيد اللي عطاني مبلغ بوقتها وقال لي روح اشتغل اشتغل وشوف حالك، وأنا الحمد لله رب العالمين صار عندي مالكانات ومصاري كله من وراه. هذا معروف وما لحس عليها بالمرة، وما بتصدقي قديش بسطيني بسطيني إنه عم تقولي لي هلا أنور أفندي رجع. لك مالي مصدق إمتى أشوفه وروح أحكي له إنه أنت المصاري اللي عطيتني إياها يا أفندي، إنه أنا ما روحتها هيك ولا هيك، نجحت فيها وصار عندي مالكانات ومصاري وعز، وأنا مالي بحاجة حدا أبدا. بس والله تقبرني، سمعت سمعة عنه يعني ما كتير منيح. خير يا مو شبو؟ عم يقولوا إنه الوالي عزلوه من منصبه، وأنه أنور أفندي راجع لهون إيد من ورا وإيد من قدام، خسران كل أمواله. يا باطل، ولك يا باطل على الحكي، شو عم تحكي أنت يا مو؟ أنا هلأ لازم روح لعنده وشوفه، مالكاناتي ومصاري كلها تحت رجليه وتحت أمره. هذا الزلمة اللي فضل علي يا مو، مزبوط ولا لا؟ أنا لازم روح وشوفه، شوف شو بده، كون أنا معه. أي والله تقبرني، أي والله فيك الخير طبعاً. لكان أنا هلأ رايح لعنده يا مو، خاطريك. حازم أنا كتير فخور فيك، ومسموعياتك بالحارة يلي وصلت له فعلا شي ببيض الوش. الله يخلي لي إياك يا رب يا أنور أفندي، والحقيقة هذا الفضل بيرجع لإلك أنت، لأنه بصراحة ناكر الفضل يكون ماله أصل بالمرة. من شان هيك أنا قررت إنه كل شي مالكانات وكل شي مصاري هي تحت تصرفك أنت. أنور أفندي، وقت أعطيتني المصاري من 10 سنين قلت لي إنه لازم رجع هذا المبلغ، وإنه هذا المبلغ اللي أعطيتني إياه لازم أعمل فيه مشروع وينجح، صح؟ أنا ما بدي إياك ترجع للمصاري، أنا كان هدفي تشتغل فيه مشان ما تبعزقهم هون وهون. لا يا أنور أفندي، الشرط شرط ولازم يتنفذ، لأنه المبلغ اللي أعطيتني إياه عمل لي أملاك كبيرة كتير، لأنه كان طالع من قلب طيب وصادق ونظيف. من شان هيك ومن بين هالأملاك اللي عندي، أنا عندي بايكة أنا بدي أكتبها باسمك وبتكون تحت تصرفك أنت، لأنه هي بتوازي المبلغ اللي أنت أعطيتني إياه. أنا بعتذر منك، هذا العقد ما رح أقبل فيه. معناتها يا أنور أفندي الاتفاق اللي بيناتنا باطل، وقسما عظما اذا ما رح تقبل انه البايكه تصير باسمك، انا لبيع كل شيء مالكانات عندي وروح وزعها للمحتاجين والمساكين وارجع عند ابوري وعايف حالي، لانه الاتفاق اتفاق والشرط شرط يعني والافندي اللي كان بيناتنا. بقى شو قلت؟ روح حازم، عود لنحكي، تفضل. أنا قبلت بعرضك، ولسه في شرط تاني يا أنور أفندي. تفضل. الأمانة، الأمانة اللي قلت لي عليها إنه أصحى وتفرط فيها ليك موجودة. ساعة جدي هي بالحفظ والصوم، وأنا للحقيقة حابب إني أهديك إياها، لأنه ما عندي لا أغلى ولا أحسن منك أنت، وأنا متأكد 100% أنه ما في غيرك رح يصونها ويحتفظ فيها. خجلتني، قلت لي هدية منك. شكراً لك. أنا هيك كون ريحت ضميري، بتشكرك كتير يا أنور أفندي.